فسبحان من أرسله كافة للناس وبشرا وأنذرا. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي يوم القيامة على الملائكة ويقول: يا ملائكتي، يا ملائكتي، أخرجوا من النار كل من ظفرني وخافني في مقامي. يا ملائكتي، لا تدخلوا النار عينا غضت عن محارم النار. يا ملائكتي، لا تدخلوا النار عينا باتت تحرس في سبيل الله. يا ملائكتي، لا تدخلوا النار عينا بكت من خشية الله. لا إله إلا الله. إلهي، أيضيقني بين وأنت ذخيرتي، وأغلق في الدنيا وأنت نصيري. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عذر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب القدر العظيم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، والهدي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا شفيع المذنبين، يا صاحب اللواء المعقود، يا صاحب الموقف المشهود، يا صاحب الحوض الممرود، ويا صاحب المقام المحمود، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت المسائل وما ناحت على ليك الحبائل. اما بعد، فيا عباد الله، نحن متواصلون مع السيره العطره، مع مولد الحبيب الهادي. نعيش اليوم نتنسم عميرا فواحا، وندرك عناية الله بحبيبه. فتعالوا أخوة الإسلام لنرى نسبه صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف. وينتهي نسبهما إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما بشر جده عبد المطلب بمولده أسرع إليه وقبله بين عينيه، وسر به سرورا كبيرا، وألهمه الله أن يسميه محمدا. فسألوه: لما سميته بهذا الاسم يا عبد المطلب والعرب لا تعرف هذا الاسم؟ قال عبد المطلب: سميته محمدا ليحمد في السماء والارض، ليفيد يا ارض الحجاز حبيبه، نور العيون وللقلوب طبيبه، في الارض احمد، في السماء محمد، وعند الاله مقرب محمود. أخوة الإسلام، صلوا على رسول الله. وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وضاق هواؤها، دخل عبد الله بزوجته آمنة بنت وهب، ولكن لم يطل المقام بينهم. فبعد أيام من بنائه بها، أي معاشرته الزوجية إياها، نادى المنادي بأن القافلة التي ستذهب إلى الشام قد حان وقت انطلاقها. وخرج من مكة شباب غير قليل، كان عبد الله من بينهم،
وطال الدعاء بين آمنة وزوجها عبد الله، وأخذ فؤادها يتلظى تريد عودة عبد الله، فقد شعرت في بطنها بجنين غليظ، إنها سمعته في بطنها يسبح الله. وعادت القافلة ما عدا عبد الله، لقد مات عبد الله ودفن في المدينة عند أخوال أبيه من بني النجار، مات هناك في سن 25 في زهرة العمر في شرق الشباب. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. لقد مات عبد الله، فمن الذي سارع ولده محمدا؟ إن الذي سارع محمدا هو الذي قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونسأل اليوم إخوة الإسلام روح ثلاث صاحبة مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرؤيا الأولى فصاحبتها السيدة آمنة بنت وهب، قالت: يوم حملت به رأيت نوراً أضاء لي قصور الشام، ورأيت يوم قرب وضعه أن هاتفاً أتاها في المنام، وقال لها: يا آمنة، لقد حملت بسيد الدنيا وما فيها، فإذا وضعتيه فقولي إني أعيده بالواحد من شر كل حاسد، ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، وفم الزمان تبسم وثناؤه، الروح والملأ والملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراؤه، بك بشر الله السماء فزينت، وتنوعت مثلا بك الغبراء، ولد الهدى ونزل من بطن أمه ساجدا لله، نزل من بطنها يقدم الشكر لله. ولما علمت ثويبة جارية عمه أبي لهب بما وجده، أسرعت إليه وأضخمته ثديها، فكانت أول رشفة لبن نزلت في توفيه شريفة من جارية. تواضع، تواضع وعظمة، تواضع في غير ذل، وترفع في غير كبر. ولما رجع من ثويبة الجارية، ذهبت ثويبة إلى سيدها أبي لهب وبشرته بمولد ابن أخيه، فسر أبو لهب سرورا كبيرا، وقال لها: اذهبي يا ثويبة، أنت حرة يا ثويبة، أي أن أبو لهب أطلق سراحا. إن الله سبحانه وتعالى أخفى على عباده صفحة المقادير لتنتظم بذلك مسالك الحياة، فهل ضاع هذا الأمر عند الله؟ إن الحبيب ولد يوم الاثنين، وأبو لهب أعتق جاريته فرحا بمولد الحبيب في ذلك اليوم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين، إكراما لفرحه بمولد سيد الخلق. ولذلك قال أحد الصالحين يشرح هذا المقام: إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه، وتبت يداه في الجحيم مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه الصدور بأحمده، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد وسرورا ومات موحدا؟ هكذا أعتق أبو لهب جاريته، فكان ميلاد هذا النبي إذانا وإعلاما وبشيرا إلى العالم أجمع بأن هذا المولود سيحرر العبيد. وليس ثمة أدنى عجب، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين أساتذة وقادة، جعل من عباد الحجر هداة للبشر،
وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالت آمنة بنت وهب: لما وضعته نزل ساجدا لله، نزل من بطنها يقدم شكر لله. ولا عجب، فهو الذي قال لربيعه بن كعب، وكان ربيعه صحابيا ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصب له الماء اذا اراد الوضوء. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوما يتوضا، فوجد ربيعه نائما ببابه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا ربيعه، تمنى علي يا ربيعه، ايطلب اي شيء اطلب تحقيقه لك من الله؟ فقال ربيعه: يا رسول الله، اريد مرافقتك في الجنه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: او غير ذلك يا ربيعه؟ قال: يا رسول الله، لا اريد الا مرافقتك في الجنه. ولم يطلب ربيعه الغنى في الدنيا وحرمها، انها الرضا والقناعه. النفس تجزع ان تكون فقيرا، والفقر خير من غنى يغنيها، وان النفوس هو الكفاه، فان ابت فجميع ما في الدنيا لا يكفيها. دع الايام تفعل ما تشاء، وقد نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحوادث الدنيا، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الاهوال جلدا، وشيمتك السماحه والوفاء، يغطر للسماحه كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. فلا فقر يدوم ولا غناء، ولا باس عليك ولا رخاء، اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. نعود مره اخرى لربيعه، وربيعه لا يريد الا مرافقه الحبيب في الجنه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا ربيعه، اعن علي نفسك بكثره السجود، اعن علي نفسك بكثره السجود، اصل الله والناس اليه. وهذه نصيحة غالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعه، وهي أن تصلي لله والناس إليه. وعن أبي نجيح مرضان بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وضربت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كانها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبنى، والذنب لا ينسى، والدجال لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين جلال. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: أطع الله وأنتم المؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
فأرسله بشيرا ونذيرا، وجعل الإسلام دينه الذي ارتضاه خاتمة شرائع إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، احتفل بمولد نبينا في عالم الأنبياء، كلما بعث الله نبيا أخذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد. استمع معي إلى ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي أن الله سبحانه وتعالى أخذ على جميع الأنبياء العهود والمواثيق أن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقوا دعوته، ثم أشهدهم على هذا العهد الوثيق وكان معهم من الشاهدين إكراما للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد، يقول عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري وامتدت فيما بين السماء والأرض، ثم تحولت من المشرق إلى المغرب، ثم تحولت إلى شجرة أوراقها من نور. فما تأويل هذه الرؤيا؟ إن هذه السلسلة هي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تمتد بين السماء والأرض، لأن الوحي سينزل عليه من السماء إلى الأرض من المشرق إلى المغرب، لأنه سيملأ الدنيا توحيدا وذكرا لمن يقول لشيء كن فيكون. ثم تتحول إلى شجرة أوراقها من نور، وهل بعد نور الله من نور؟ فماذا يستطيع الإنسان أن يقول في ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر من كل قبيل في كل عصر وفي كل جيل؟ ومن أين للقدرة أن تصف البحر، ولذرة الرمل أن تسول الجبل، وللهباءة أن ترسم الشمس؟ إن خسارة ما يبلغه اللسان أو القلم أن يشير في هيبة يا رسول الله إلى مقامك الأسمى، وإلى محلك الأسنى، وإلى مكانك الرفيع. فقد جاء مولدك الأغر بشيرا بميلاد الحق الذي توارى مناره، وباستهلال الخير الذي دار انتظاره، وباسترداد القيم العاليه والمثل الساميه مكانتها بعد فتنه وهوان. اذ بعثك الله على فتره من الرسل ضل فيها الناس رشادهم وجحدوا قلوبهم وعقولهم، فصاروا اصناما تعبد اصناما، واحجارا تقدس احجارا، وملأوا الارض خرافات واباطيل واوهاما، وانتهز الاقوياء فرص الضلاله والجهاله، حتى ضجت الارض مما تنوء به من شر وبغي وهمجيه وعدوان. حينئذ لطف الله بعباده فاصطفاك يا صفوه خلقه لتبلغهم اخر كتبه وتهديهم باخر شرائعه، فكنت الغيث اي القدر تقاطر على نبات ذبى اي ذبله، فردت
كنت الدعوة للضالين الحيارة تبصرهم طريق النجاة، فاسترد البشر إنسانيته وكرامته إذ عبدوا الخالق الأحد بعد أن عبدوا الخشب والحجر، فتطهرت مشاعرهم من أرجاسها وانطلقت عقولهم من أغلالها وأنفوا من يستفيدهم الأقوياء، فتحرروا من قيود الاسترقاق وحطموا أسباب الاستعباد، وصار الشرف لا يرجع إلى لون أو جنس أو حسب أو مال، بل صار بالتقوى ومكارم الأخلاق وإلى الحنيفية السمحة التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، تخلو في الغار عزوفا عما يعبده قومك من أوثان، فتنادي ربك الليالي ذوات العدد مناجاة الفطرة السليمة والنفس العظيمة، فإذا ما اصطفاك الله للرسالة العظمى صدعت بالدعوة وسفحت الأباطيل وسخرت من الوثنية، وبين الذين دعوتهم إلى التوحيد أعمام وأقارب عزيز عليهم أن تقتل دينهم وأن تسفه أحلامهم، ولهم ولغيرهم حول وطول، وأنت لا حول لك ولا طول إلا الإيمان الذي لا يحيد والعزم الذي لا يميد، فصبرت على الأذى وطال صبرك حتى ظهر الحق وزهق الباطل، وكنت كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أجود الناس كفا وأجراهم قلبا وأصدقهم حديثا وأوفاهم ذمة وأجلهم عليك وأكرمهم عشرة، من رآك بديهة هابت، من رآك بديهة هابت، ومن خالتك أحبت. سيدي يا رسول الله، لقد تعددت محامله وتناهت فيك آيات الكمال والجمال، فأنت معجزة الإنسانية للبشر، وأنت سفينة الدنيا إلى الآخرة، وأنت الذي مدحك الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فأجمل منك لم تر قط العين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إخوة الإسلام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم وأحذر نفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. يحشر المرء أمام ربه بخواتيم أعمال، فإن كان تائبا نال مغفرة الله وزلفى، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى وسلم على نبيه القديم، إن الله وملائكته يصلون على هذا النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله في هذه الساعة عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الذل والحسد من صدورنا يا رب العالمين، واصلح ذات بيننا، واصلح زوجات ونساء المسلمين، واصلح شباب وبنات المسلمين، واحفظنا واياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت كل شيء، ان تغفر لنا الذنوب التي تنزل بنا النقم، وتغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتقطع الرجاء، وتغفر لنا الذنوب التي تنزل بنا البلاء يا
الرحيم. اللهم يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا دافع كل بلوى، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا بمن يقودنا لنصرة دينك وتأييد شريعتك. اللهم أعد الأمة الإسلامية عزتها ووحدتها وقوتها. اللهم اجبر كسرها، وتولى أمرها، وقوي ضعفها، وفك أسرها. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. أجل اللهم احفظ مصرنا، واحفظ جيشنا، واحفظ بلادنا، وتولى أمورنا، وأصلح أحوالنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه من فضل يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا من يشاء
السلام.